ابيك تسمعني جزء منه. اول عمل لو كان عمرك 15 سنه ما عندي مشكله. اول عمل كم عمرك الحين 19؟ لبيه كم عمرك الحين 19؟ تستعبط انت ولا ايش فيه العمر ايش فيه؟ يعني انت تشوف 19 يعني لا بس وش يعني هذا فيصل ما تعرف عمري يعني؟ يعني استنقص فيصل عمره 19 فيصل نفهمه. انت قاعد وش قاعد تطرف ولا ايش وضعك؟ علمني بس انا عارف. لا لا الان لا عمري كم عمرك فيصل؟ والله تحفظ. لا اتحفظ خلاص تحفظ ترى مهما كان لو قلنا 19 لو قلت ترى عادي ترى العمر مجرد والله مجرد رقم. العمر ممكن عمرك اوكي 19 لكن عقلك عقل 30 35 فعليا فانت قاعد تقرا. طيب تكلم. اول عمل لي طال عمرك كان حبيبتي ذكريات. كم كان عمرك؟ تقريبا 19 19 سنة حبيبتي ربطتها 19 حبيبتي حلوين تكمل يلا 19 طيب كمل نبي نسمع العمل. طيب ايوه ايش كان حبيبتي ايش؟ يا الله روح 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 ادعس كان الأخيرة الأولى ما مداك يعني 19 ما مداك تحب عشان تصير الأخيرة والأولى. طيب جاتني توصية والله جاني طلب خاص دقيقة ادخل الطلب خاص مشاعرها طال عمرك ونعم مشاعرها بس انت لين دقيقة 19 وحبيبتي الأخيرة والأول متى يمديك حبيت على 15 وصارت على 19 الأخيرة ولا كيف؟ يعني يا فيصل عطنا يا فيصل فيصل لا توتر عادي ما توتر ما راح أتكلم شيء يا حبيبي لك مني ما راح أتكلم شيء بس انت قول لي يلا وضع عرقت فيصل لا حر لا توتر اي حر لا توتر واسئلتك غريبة عجيبة اشوف اذا كذا ما حر مكتوب كذا لا ما نقدر نوريكم كم العمر وكم ما لك عاد علاقة يلا طيب سمعني يا حبيبتي هذه يعني على 15 وعلى 19 لا 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 الله يا حبيبي يا حبيبي سلام حبيبتي في الذكريات ما عاد كنت لولا يا لولا رحتي وفارق عاشقك هذه الحياة وخلى لجل مستقبلك مستقبله لا تسألين يوم مات شلون مات وانت الجديرة في إجابة الأسئلة وعدك يبقى عاشقك لين الممات واترك على ذاك الوعد مستعجلة هذا أول عمل لك؟ هذا أول عمل لي وتتو في عمل اللي هو صدق أفخر به أنا صراحة اللي هو عمل الوطن الله تعيش راية بلادي اي والله هذا سمعته والله عجب. هذا بالنسبة لي يعني للشيء الواجد ولا زال يعني افتخر فيه وبفتخر فيه حتى فعلا الشيء اعظم طول عمرك اشهد بالله اشهد بالله الوطن يستاهل كل خير فعلا اي والله الله يحفظنا وطننا يا رب وطننا يا رب جميع العالم. طيب فيصل لبي هذا اذا اول عمل لك انت كيف الاعمال القادمه ما شاء الله تو ما بعد جاك من الحوار الا ذني يقول قلت تو ها قلت هذا وانا توي بعد قادمون بقوه باذن الله فيصل انا ما اتمنى لك حاجه انت شخص شخص اقسم بايات الله مو قصورا بالباقي بشوش ضحوك ونيس سعة صدر وانا اقول لك اتمنى لك مستقبل باذن الله راح يكون لك مستقبل باهر بعد الاحد سجلوا يا جماعه الخير الكلام هذا عشان بعدين ما تدري ممكن تصير منشد كبير ترجعون تسوون التصميم لو انا بعد 5 سنين عادي راضي اشوف تصميم بعد 5 سنين كلام احمد العوضي يوم قالها له هم الجو ايش رايك فيني؟ اخطط البعيد يضبطني البعيد بيض الله وجهك يا احمد بيض الله وجهك يا حبيبي تعال تعال شباب يلا شباب يلا شباب يلا ها كم باقي؟ اعطوني ايش فيك انت يا ابوي؟ ايش فيك انت؟ صقر جرندايزر والله عارف فيصل يا عارف جرندايزر ايش فيك يا محمد اطي يا محمد اطي ايش فيك جرندايزر